أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. في الكلام على قصة أيوب عليه الصلاة والسلام في مدة البلاء الذي أصابه، يعني وكذلك أيضا في عدم حنثه في يمينه حينما حلف أن يجدها مئة جلدة، قال خذ بيدك أضغط فضرب بي ولا تحنث. شو كلام فسري هذا؟ أحسن الله إليكم. مدة البلاء ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الحاكم، 17 عاما، 18 سنة. أحسن الله إليكم. من ذلك عن تفسير عن هو عندي هنا في موسوعة التفسير بالمأثور، عزوه إلى الحاكم وصححه الألباني. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه، كانا من أخص إخوانه به، كانا يغدوان إليه ويروحان. فقال: كان يغدوان إليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: من 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب: لا أدري ما تقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، وأوحي إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فتلقته تنظر، فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. قال: وكان له أندر للقمح وأندر للشعير. كان أندران، نعم. قال في الحاشية: الأندر البيدر، وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام، أندر للقمح وأندر للشعير. فبعث الله صحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض. إيش أثرت؟ أفرغت نعم، أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورقة حتى فاض. قالوا في الحاشية: الفضة، يعني هذا الذهب ولا الفضة، نعم. قالوا في الحاشية: أخرجه ابن حبان والحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير والثعلبي. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال أبو نعيم في الحلية: غريب من حديث الزهري، لم يروه عنه إلا عقيل، ورواته متفق على عدالتهم، تفرد به نافع. وقال ابن كثير: رفع هذا الحديث غريب جدا. وقال الهيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح. وقال الألباني في الصحيحة: الحديث صحيح. أفسرنا ذكر الحافظ في التفسير، نعم. شوف كلام الحافظ، ذكر شيء من الأثار أخرى في التفسير. هنا ذكر أنها تأخذ بيده. في الأخبار الإسرائيلية يذكرون أنه يأخذ بظفيرة من ظفائرها إذا أراد أن يقوم،
لا ليس بيده، وأن الشيطان تحيل عليها تقص هذه الظفيرة التي تقوم بها، يقوم بها تمسك بها، وقال لا أعطيك طعام الله إلا بقص الظفيرة. وأن أيوب حلف أن إن شفاه الله أن يزيده بأجله بهذا السبب، هذا يعني خبر بني إسرائيل. لكن هل هناك في حديث صحيح قال لي وخذ بيدك ضرب ضغطهم ضرب بي ولا تحلس، يعني سبب الحلف؟ أحسن الله إليكم. القرطبي ذكر أسبابا أخرى لله، ذكر أسبابا أخرى، أقوال أخرى في سبب حلف أيوب. طيب الحديث الأول السابق لأن فيه آثار الحفظ من كثير قبل. السلام عليكم. ذكر هذا الحديث ثم قال ثم ذكر حديث بينما أيوب يغتسل عريانا، هذا في الصحيح. نعم، يخر عليه جرد من ذهب. ثم ذكر قال الحسن وقتادة عند هذا قبل البلاء أو بعد البلاء وما ذكر. أحسن الله عليكم. قوله في الحديث ألم أكن أغنيتك عما ترى، كان يشير لنا بعده. قال بلى ولكن لا غنى عن بركتك، يعني بس ما أشعر أنه قبل البلاء وبعدنا. أحسن الله عليكم. ثم ذكر عند قوله ووهبنا له أهله قال الحسن وقتادة أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم. وأتينا أهله ومثلهم معهم، هذا نص الآية. لكن قول آخر هذا ما يخالف ما ذكره بعض العلماء أن من أحيى بعد الموت لا يستمر في الحياة. بلى، لكن هو ثابت. قال الحسن هذا قال الحسن وقتادة هذا قول، ما يعتمد على القول، هذا ما يعتمد عليه في حديث صحيح ممكن يجمع بينه، ما هذا ما يعول عليه. قال الحسن وقال قتادة. نعم. قال الحسن وقتادة أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم. أما قوله قال في الآية نص في هذا وآتيناه أهله ومثلهم معهم، هل المراد أنهم أعيانهم أحيوا أو أن الله أعطاه مثليهم؟ الله أعلم. شوف الأثر في هذا. أما قول الحسن وقتادة أنا قد أقول الخبر الإنسان. نعم، الشيخ محمد بن عثيمين يرى أنهم بس أنهم شردوا عنهم ما كانوا أموات. ما ماتوا، هذا الذي يبدو. قال ثم قال وهبنا له أهله ومثلهم معهم، أي قال المؤلف اللي هو السيوطي ظاهر أي أحيى الله من مات من أولاده ورزقه مثلهم، فجعل المؤلف الهبة بمعنى الإحياء، ولكن في هذا نظرا، لأن الإحياء يحتاج إلى ثبوت الإماتة من قبل، وليس في الآية ما يدل على هذا. إيش؟ فجعل المؤلف الهبة بمعنى الإحياء. إيه له يعني أحيهم. ولكن في هذا نظرا، لأن الإحياء يحتاج إلى ثبوت الإماتة من قبل، وليس في الآية ما يدل على هذا، بل إن الله وهب له أهله حيث أووا إليه بعد أن شردوا منه، لأن الرجل بسبب المرض النفسي وربما نقول النفسية والحسية والبدنية شرد منه أهله، عجزوا عن أن يعيشوا معه فشردوا، فلما عافاه الله أوى إليه أهله. إيش؟ لأن الرجل بسبب المرض النفسي وربما نقول النفسية والحسية البدني شرد منه أهله، عجزوا عن أن يعيشوا معه فشردوا، فلما عافاه الله أوى إليه أهله، فتكون هذه الهبة إعادة ما سبق، كما سمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إعادة قيام رمضان جماعة سماها بدعة، مع أنها ليست بدعة في الواقع، مع أنها ليست هبة ولكن إعادة موهوب شرد. وأما القول
بدعة يعني بدعة من جهة اللغة. نعم. وأما القول بأنه أحياهم بعد إماتتهم فهذا يحتاج إلى ثبوت الإماتة من قبل، ولكن الصحيح أنه لم تثبت الإماتة والإحياء، وإنما هذه الهيبة إعادة موهوب سبق لأنهم نفروا منه وشردوا منه. طيب قوله ومثلهم هل شرح دي لهذا غير الشيخ محمد وشردوا؟ لا ما يظهر هذا الذرية محتمل إذا ببعيد محتمل هذا الذرية بعد ذلك في بعض من أشار إليها يمكن في بعض المفسرين إيش من أشار عليهم أشار أنهم نعم في أحد أشار شوف كلام المفسرين هذا أحد أشار بأنهم ضرية ليس ببعيد. قال القرطبي في سورة الأنبياء قوله تعالى فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم، قال مجاهد وعكرمة قيل لأيوب صلى الله عليه وسلم قد آتيناك أهلك في الجنة، فإن شئت تركناهم لك في الجنة وإن شئت آتيناكهم في الدنيا. قال مجاهد فتركهم الله عز وجل له في الجنة وأعطاه مثلهم في الدنيا. يعني قال النحاس لكن مع هذا معناه أنهم ماتوا، هذا يحتاج إلى دليل أنهم ماتوا. نعم. قال النحاس والإسناد عنهما بذلك صحيح. قلت وحكاه المهدوي عن ابن عباس. وقال الضحاك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان أهل أيوب قد ماتوا إلا امرأته فأحياهم الله عز وجل في أقل من طرف البصر وآتاه مثلهم معهم. وش الدليل؟ ما في دليل؟ في دليل؟ نعم هذا كلام من؟ الضحاك عن ابن مسعود. المسعود قليل أخذه عن بني إسرائيل لكن كان فيه انقطاع. لكن كان فيه انقطاع بين الضحاك يعني ما يسمع ما سمع المسعود. نعم. وعن ابن عباس أيضا كان بنوه قد ماتوا فأحيوا له وولد له مثلهم معهم. وقاله قتادة وكعب الأحبار والكلبي وغيرهم. قال ابن مسعود مات أولاده وهم 7 من الذكور و7 من الإناث، فلما عوفي نشروا له. وش الدليل على العدد هذا؟ أحتاج إلى دليل. نعم. نشروا له وولدت له امرأته 7 بنين و7 بنات. قال الثعلبي وهذا القول أشبه بظاهر الآية. قلت لأنهم ماتوا ابتلاء قبل آجالهم حسب ما تقدم بيانه في سورة البقرة. ماتوا قبل آجالهم؟ في أحد يموت قبل آجله؟ مثل القرية. نعم يمكن يشير مثل القرية الذي أماتهم الله في المحيا. إيه كما يقول قبل آجالهم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ما في أحد يموت قبل آجله. لعله يقصد الأجل الأخير. يقصد الأجل الأخير أنهم سيحيون ثم يموتون. هل هناك أجل؟ ما في أجل، ما في الأجل واحد، ما في إلا أجل واحد، ما رجع الله لنفس الأجلين أجل. كل هذا ما عليه دليل. نعم يحتاج إلى دليل الكلام. نعم. قال حسب ما تقدم بيانه في سورة البقرة في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وفي قصة 70 الذين أخذتهم الصعقة فماتوا ثم أحيوا. نعم هذا فيها نص مستثنات، هذه مستثنات فيها نص. نعم. قال وذلك أنهم ماتوا قبل آجالهم وكذلك هنا والله أعلم. هناك إماتة ثم أقول نص هذا. عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى. من هذا القبيل برضه. نعم أقول هذا نص لكن يحيي الموتى. وهل يبقى ولا يبقى الله أعلم يعني. هذه النصوص أقول نصوص هذا النصوص ما جاء في النص مستثنى من الآيات. نعم مستثنى. وأيضا كذلك هل هي يحيى حياة مستقرة أو يحيى ثم يموت مثل
قتيل بني إسرائيل قالت يضربه ببعضها وضربه ببعضها فحيا القتيل وأخبر ما قتل ثم عاد ميتا. آية من هذا. نعم في غيره أثر. ابن عطية قال وروي أن الله تعالى وهب له أهله وماله في الدنيا ورد من مات منهم وما هلك من ماشيته. ورد وإيش ورجية؟ ورد من مات منهم وهلك من ماشيته وحاله، ثم بارك له في جميع ذلك وولد له الأولاد حتى تضاعف الحال. وروي أن هذا كله وعد في الآخرة أن يفعل الله له ذلك. وروي أن هذا كله وعد في الآخرة أن يفعل الله له ذلك في الآخرة. والأول أكثر في قول المفسرين. الأول إيش؟ اللي هو أنه ردهم أحيانا. ردهم إيه؟ يعني بعضهم قال ردهم أحيانا وبعضهم قال أبقاهم له في الجنة. هذا يعني الكلام في ثبوت الإماتة، إذا ثبت الإماتة وثبت الإحياء وقال به ولا ولا. في الأصل أن من مات قال الله تعالى إني كذب، لما سأل عبد الله بن حرام وآل جابر رضي الله عنه لما قتل قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم جابر إن الله أحيا أباك وكلمه كفاح، قال تمنى علي عبدي قلت قال ربي أن نرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى، قال الله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، إني كتبت أنهم إليها يرجعون. هذا عام أن من مات لا يرجع إلى الدنيا، لكن ما جاء مستثنى مستثنى على حسب النصوص، مثل ما ورد أن الميت أن يسمع، مثل ما ورد من قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع في القبور، مستثنى هذا أن الميت يسمع صوت قراء العالم ومشوعين وقتلى بدر أيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسمعهم إلا أنهم يستطيعون الجواب، ما جاء مستثنى هذا، مستثنى حسب النصوص، وإلا فالأصل هو هذا، الأصل الميت لا يسمع مستثنى، والأصل الميت لا يرجع إلا مستثنى. نعم لا لا الدعاء الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، الدعاء قدر تعالى جان، والدعاء من القدر، هذا القضاء القدر نوعان، قضاء مبرم هذا لا يتخلف، والثاني دعاء مقيد، مدعاء مقيد بالدعاء، قادر ومقيد بالدعاء، فهذا يقع القدر بالدعاء بالسبب. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي يا محمد إذا كتبت كتابا فإنه لا يرد، وإن الله قال لي يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا القضاء المبرم، والقضاء المقيد بالسبب يقع مع السبب، مثل طول العمر مقيد بصلة الرحم، هذا قضاء مقيد بهذا تطول عمره صلة الرحم. نعم. قاسمي يقول بأن جمعناه عليه بعد تفرقهم. نعم جمعناه عليه بعد تفرقهم. تفرقهم. كأنه هذا سؤال، هذا مثل كلام الشيخ محمد. الله إليكم. في شيخ الإسلام ما سأل شيء من هذا. شيخ الله يحسن إليك، الشيخ ابن عثيمين ذكر أن دعاء أيوب عليه السلام هو توسل بالحال، وذكر أنواع التوسل الجائز السبعة، فهل هذا يعني القاعدة الفائدة الخامسة؟ هذه فوائد من الآية. جواز التوسل إلى الله تعالى بحال العبد، لأن أيوب عليه السلام توسل إلى الله تعالى بحاله، وهو أنه مسه الشيطان بنصب وعذاب
ونظير هذا قول موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أحد أنواع التوسل الجائز. ويحسن هنا ذكر أنواع التوسل، وهي: أولا التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، ثانيا التوسل إلى الله تعالى بصفاته، ثالثا التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، رابعا التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي، خامسا التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته، سادسا التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، سابعا التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. كل هذه الأنواع من التوسل جائزة. ثم طبعا ذكر مثال لكل واحد من الجائزة. طيب ايه ها الاخبار التي ليش لا صدق ولا تكذب الا اذا جاء في شرعنا ما يكذبها كذبناها، وان جاء في شرعنا ما صدق صدقناها، والا مثل هذا ولا هذا لا تصدق ولا تكذب. ما جاء قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني محتمل. الحاصل أن المفسرين هذا يعني قولنا أو ثلاثة أقوال: القول الأول أنهم جمعوا له وأنهم تفرقوا ثم جمعوا، القول الثاني أنهم ماتوا ثم أحياهم، والقول الثالث أنهم بقوا له في الجنة. ويمكن يقول القول الرابع أنه ولد له نظيرهم، كان في إشارة إلى، والله أعلم. وقد يقال أنه إن قول بأنهم أقول له في الجنة أنه هو الأقرب، آتينا هو مثلهم، يعني هذا وعد الله في الجنة أنهم أقول وآتينا هو له مثلهم معهم. نعم السلام عليكم. وقولوا خذ بيدك ضغطا فضل به فلا تخلف، شو سبب الحلف؟ السلام عليكم. قال القرطبي فيها كان أيوب حلف في مرضه أن يضرب امرأته 100 جلدة، وفي سبب ذلك 4 أقوال. أحدها ما حكاه ابن عباس أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته لمداواة أيوب فقال أداويه على أنه إذا برئ قال أنت شفيتني ولا أريد جزاء سواه، قالت نعم فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضربنها وقال ويحك ذلك الشيطان. الثاني ما حكاه سعيد بن المسيب أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من الخبز فخاف خيانتها فحلف ليضربنها. الثالث ما حكاه يحيى بن سلام وغيره أن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقربا إليه. ها الرابع إيش؟ أن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقربا إليه. الله الشرك العظمى. وأنه يبرأ، فذكرت ذلك له فحلف ليضربنها إن عوفي 100. والرابع قيل باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئا تحمله إلى أيوب، وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام، فلهذا حلف ليضربنها. فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغطا فيضرب به، فأخذ شماريخ قدر 100 فضربها ضربة واحدة، وقيل الضغط قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس. وقال ابن عباس إنه إثكال النخل الجامع بشماريخه. إنه إيش؟ إثكال؟ إثكال بالهمزة؟ نعم أحسن عليك. هاي؟ إثكال ولا عثكال؟ يمكن قد يقول الهمزة قد تنوب عن العين، وهنا ذكره بالهمزة ثم ذكره بعد ذلك بالعين. قال أن يضربها بعثكول من عثاكيل النخل. قال أحسن عليكم. تضمنت هذه الآية هذه الأقوال كل حال ما كلها ما عليها دليل. نعم. قال تضمنت هذه الآية جواز ضرب الرجل امرأته تأديبا
وذلك أن امرأة أيوب أخطأت فحلف ليضربنها 100، فأمره الله تعالى أن يضربها بعثكول من عثاكيل النخل. هذا أقول أبلغ في القرآن، قالت واضربهن، نص القرآن، رحمك الله، فعظهن وهجرهن واضربهن في المضاجع. هذا أبلغ، والآية أوضح من هذا، ضرب التعذيب هذا جاء في القرآن. نعم. قال وكان، قال المفسرون وكان في مرضه وضره قد غضب على زوجته في بعض الأمور، فحلف لئن شفاه الله ليضربنها 100. نعم، لأنه ما في دليل يحدد هذا الأمر، ما في دليل. نعم، كل هذه أقوال ما عليها دليل. نعم. أحسن الله عليكم، فعل أيوب عليه السلام هذا يكون من الحيل الشرعية الجائزة؟ في إيش؟ أن يضربها ب... هذا الله خصه الله بذلك، تخفيف من الله، ولا الحدود معروف، حد 100 جلدة أو ما. قال جواز استعمال الحيل المباحة، الحيل، نعم، قال جواز استعمال الحيل المباحة لقوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وهذا الحكم ثابت حتى في الشريعة الإسلامية. فلو حلف رجل على أن يضرب شخصا 100 مرة وكان هذا الشخص لا يتحمل الضرب 100 مرة، قال أهل العلم فله أن يأخذ ضغثا به 100 شمراخ ويضرب به ضربة واحدة. وبنوا على هذا ما لو زنى رجل مريض مرضا لا يرجى زواله ولا يتحمل الضرب 100 على انفراد، قالوا فإنه يجمع له ضغث به 100 عود ويضرب به ضربة واحدة، أخذا بما أفتى الله عز وجل أيوب عليه الصلاة والسلام. ما في شيء، هذا ما ذكر، أظن ما في قصة إلا في أثر شيخ، قصة في قصة الرجل الذي كان ضعيفا. نعم، يبغى يذكر هذا، زنى بأمة، أنه زنى بأمة. نعم، أين ليش ما ذكروا هذا؟ يمكن الشيخ نسيه أو ضعيف. قال أحسن الله إليكم، اختلف العلماء في هذا الحكم هل هو عام أو خاص بأيوب وحده. نعم. فروي عن مجاهد أنه عام للناس، ذكره ابن العربي، وحكي عن القشيري أنه قال أن ذلك خاص بأيوب، وحكى المهدوي عن عطاء بن أبي رباح أنه ذهب إلى أن ذلك حكم باق، وأنه إذا ضرب ب100 قضيب ونحوه ضربة واحدة بر بقسم. نعم. وروي نحوه عن الشافعي، وروي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقعد الذي حملت منه الوليدة، وأمر أن يضرب بعثكول فيه 100 شمراخ ضربة واحدة. وقال القشيري وقيل لعطاء هل يعمل بهذا اليوم، فقال ما أنزل القرآن إلا ليعمل به ويتبع. قال ابن العربي وروي عن عطاء أنها لأيوب خاصة، وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك من حلف ليضربن عبده 100 فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر. قال بعض علمائنا يريد مالك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي إن ذلك منسوخ بشريعتنا. قال ابن المنذر وقد روينا عن علي أنه جلد الوليد بن عقبة بصوت له طرفان 40 جلدة، وأنكر مالك هذا وتلا قول الله عز وجل فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا مذهب أصحاب الرأي. وقد احتج الشافعي لقوله بحديث وقد تكلم، وهو مذهب أصحاب الرأي، وهذا مذهب أصحاب الرأي. ما هو الجلد بعد جلدة؟ قال وأنكر مالك هذا وتلا قول الله عز وجل فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني كان مذهبهم أنه لا يجزئ. وقد احتج الشافعي لقوله بحديث وقد تكلم في إسناده والله أعلم. قلت الحديث الذي احتج به الشافعي خرجه أبو داود في سننه، قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنه أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أذني فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها
فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه به ضربة واحدة. قال الشافعي إذا حلف ليضربن. لكن ذكر أنه ثابت هذا من العجائب يعني جلد على العظم ومع ذلك وقع فيه. كيف يتمكن ما هو هذه حاله لكن نعم يعني في ثبوتها هذا الشر في ثبوتها القصة. والقرطبي قال تكل ما في إسناده. قال الشافعي وش بعد قال الشافعي أحسن الله عليكم. قال الشافعي إذا حلف ليضربن فلانا 100 جلدة أو ضربا شديدا ولم يقل ضربا شديدا ولم ينوي ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ولا يحنث. إذا حلف ليضربن فلانا 100 جلدة أو ضربا شديدا ولم يقل ضربا شديدا ولم ينوي ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ولا يحنث. قال ابن المنذر وإذا حلف الرجل ليضربن عبده 100 فضربه ضربا خفيفا فهو بار عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم. هذا كله مستمر ليس ببعيد أنه كانت حاله مثل حاله ولا يتحمل يبقى له الحكم. ولولا ثبت القصة هذه يكون حجة. قوله نعم قوله إنا وجدنا صابرا نعم العبد إنه أواب. شوف كلام أحسن الله إليكم. الحديث الذي قرأناه عند أبي داود قال محققوه حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف فروي عنه موصولا ورواه أبو حازم ويحيى بن سعيد وأبو الزناد مرسلا وهذا لا يضر عن أبي أمامة مرسلا وهذا لا يضر لأن أبا أمامة صحابي صغير ومراسيل الصحابة حجة. طيب قوله إنا وجدناه صابرا على العبد إنه أواب. شوف كيف التفسير. أحسن الله إليكم. قال القرطبي قوله تعالى إنا وجدناه صابرا أي على البلاء. نعم العبد إنه أواب أي تواب رجاع مطيع. وسئل سفيان عن عبدين ابتلي أحدهما فصبر وأنعم على الآخر فشكر فقال كلاهما سواء لأن الله تعالى أثنى على عبدين أحدهما صابر والآخر شاكر ثناء واحدا فقال في وصف أيوب نعم العبد إنه أواب وقال في وصف سليمان نعم العبد إنه أواب. طيب نعم سم سلام الله عليكم. قلتم وحفظكم الله في هذه الآيات واذكر عبادنا إبراهيم قلتم في هذه الآيات الكريمة هذه الآيات الكريمة في التنويه بشأن هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام فيقول تعالى واذكر عبادنا وصفهم بالعبودية التي هي أشرف المقامات مع مقام الرسالة إبراهيم وهو خليل الله وأفضل الأنبياء والرسل بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقد أثنى الله عليه في مواضع كثيرة من كتابه وجعله قدوة حسنة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. اللهم صل وإسحاق وهو ابن إبراهيم. قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. في قوله تعالى ولقوله تعالى لا في قوله قد أثنى عليه وقد أثنى عليه إيش؟ وقد وهو خليل الله وقد أثنى الله عليه في مواضع كثيرة من كتابه وجعله قدوة حسنة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته كما في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركا
ما في قوله تعالى ثم أوحينا إليه. وقد أثنى الله عليه في مواضع كثيرة من كتابه وجعله قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، كما في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وكما في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وكما في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وإسحاق وهو ابن إبراهيم من زوجة سارة، ويعقوب وهو ابن إسحاق وحفيد إبراهيم، فهو نبي ابن نبي ابن نبي، كما أن ابنه يوسف نبي، ذرية طيبة بعضها من بعض. ثم وصفهم تعالى بقوله أولي الأيدي، أي أولي القوة في العلم النافع والعمل الصالح، والأبصار أي وأولي البصائر النافذة في دين الله وشرعه. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي الدار الآخرة، أخلصناهم بدوام تذكرها والعمل لها والتذكير بها. إيش يعني؟ إنا أخلصناهم. نعم. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي الدار الآخرة، أي أخلصناهم بدوام تذكرها والعمل لها والتذكير بها. وإنهم عندنا لمن المصطفين، أي ممن اصطفاهم واجتباهم الله من خلقه للرسالة والعلم والعبادة، فهم من صفوة خلقه. الأخيار جمع خير، وهو من له كل خلق كريم وعمل مستقيم. وهو من له كل خلق كريم وعمل مستقيم. ثم قال تعالى واذكر إسماعيل وهو ابن إبراهيم عليهما السلام من زوجه هاجر. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني هم يتذكرون الدار ويعملون لها، والدار الآخرة خالصة، أخلصناهم بخالصة، خصهم الله بذلك ومثلهم بالأنبياء. إنا أخلصناهم بخالصة، ما هي؟ ذكر الدار، يتذكرون الدار الآخرة ويعملون لها. فكلام الحافظ القرطبي إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال القرطبي قراءة العامة بخالصة منونة، وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر بخالصة ذكر الدار بالإضافة. فمن نون خالصة فذكر الدار بدل منها. التقدير إن أخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأهبوا لها ويرغبوا فيها ويرغبوا الناس فيها. ويجوز أن يكون خالصة مصدرا لخلص، وذكرى في موضع رفع بأنها فاعله، والمعنى أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكر الدار، أي تذكير الدار الآخرة. ويجوز أن يكون خالصة مصدرا لأخلصت فحذفت الزيادة، فيكون ذكرى على هذا في موضع نصب التقدير بأن أخلصوا ذكر الدار. والدار يجوز أن يراد بها الدنيا، أي ليتذكروا الدنيا ويزهدوا فيها، ولتخلص لهم بالثناء الحسن عليهم، كما قال تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ويجوز أن يراد بها الدار الآخرة وتذكير الخلق بها. ومن أضاف خالصة إلى الدار فهي مصدر بمعنى الإخلاص، والذكر مفعول به أضيف إليه المصدر، أي بإخلاصهم ذكر الدار. ويجوز أن يكون المصدر مضافا إلى الفاعل، والخالصة مصدر بمعنى الخلوص، أي بأن خلصت لهم ذكر الدار، وهي الدار الآخرة أو الدنيا على ما تقدم. وقال ابن زيد معنى أخلصناهم أي بذكر الآخرة، أي يذكرون الآخرة ويرغبون فيها ويزهدون في الدنيا. وقال مجاهد المعنى إنا أخلصناهم بأن ذكرنا الجنة لهم. ما يكون المراد فيها الأمرين، أن دعاء إبراهيم عليه السلام ذكر فيها أن ربي اجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ إيش العدد؟
قال ابن زيد معنى أخلصناهم أي بذكر الآخرة، أي يذكرون الآخرة ويرغبون فيها ويزهدون في الدنيا. وقال مجاهد المعنى إن أخلصناهم بأن ذكرنا الجنة لهم. وقال إيش؟ وقال مجاهد المعنى إن أخلصناهم بأن ذكرنا الجنة لهم. ذكر قول من أقوال أنها الدنيا وأنهم يذكرون فيها بالذكر الحسن. الدنيا ذكر. نعم شوف. مسكال. قال قرأ أهل المدينة بخالصة مضافا وقرأ الآخرون بالتنوين، فمن أضاف فمعناه أخلصناهم بذكر الدار الآخرة وأن يعملوا لها، والذكر هنا بمعنى الذكر. قال مالك بن دينار نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرها. وقال قتادة كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله عز وجل. قال أضاف فمن أضاف فمعناه أخلصناهم بذكر الدار الآخرة. أخلصناهم بخالصة بذكر الدار الآخرة. نعم وإن يعملوا لها. نعم. والذكرى بمعنى الذكر. قال مالك بن دينار نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرها. وقال إيش؟ وقال مالك بن دينار نعم. نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرها. وقال قتادة كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله عز وجل. وقال السدي أخلصوا بخوف الآخرة. أخلصوا بخوف الآخرة. أخلص الأولى. قال فمن أضاف أخلصناهم بذكر الدار الآخرة. نعم. قال فمن أضاف فمعناه أخلصناهم بذكر الدار الآخرة وأن يعملوا لها. بخالصة ذكر الدار بنعمل الآخرة. نعم. والذكرى بمعنى الذكر. قال مالك بن دينار نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرها. وقال قتادة كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله عز وجل. وقال السدي أخلصوا بخوف الآخرة. وقال معناه أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة. قال ابن زيد ومن قرأ بالتنوين فمعناه بخلة خالصة وهي ذكر الدار، فيكون ذكر الدار بدلا عن الخالصة. وقيل أخلصناهم جعلناهم مخلصين بما أخبرنا عنهم من ذكر الآخرة. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. نعم. هذا ذكر أي هذا الذي يتلى عليكم ذكر أي شرف وذكر جميل تذكرون به. هذا ذكر. نعم هذه عنده. وإنهم عندنا من الصفين الأخيار. قال أي هذا الذي يتلى عليكم ذكر أي شرف وذكر جميل تذكرون به. نعم. لسان الصدق في الآخرين. نعم. هو الثراء الحسن. أي نعم. هذا كنت تشتمل القولين أحسن الله عنه. إيش القول ليش الأول؟ البغوي. القول قال من أضاف فمعناه أخلصناهم بذكر الدار الآخرة. نعم. وأن يعملوا لها. والذكرى بمعنى الذكر. قال مالك بن دينار نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرها. طيب نسأل الله إليك. نعم الله إليكم.
قلت في أولي الأيدي أي أولي القوة في العلم النافع والعمل الصالح والأبصار أي وأولي البصائر النافذة في دين الله وشرعه. أولي الأيدي صعبة. أولي الأيدي أحسن عليكم وليست القوة في العبادة وليست أولي الأيدي تشمل الأمر أعطاه الله قوة في العبادة وفي أبدانهم. نعم قوة في أبدانهم. ثم ذكرتم شيخنا العمل الصالح. نعم والعمل الصالح لكن أحسن عليكم كان المفسرين يعني فرقوا بين إيش يعني جعلوا أولي الأيدي أولي القوة في العبادة والطاعة والأبصار العلم أو الفقه في الدين. يعني يوافق مجاعة ابن عباس صحيحكم في كلام الشيخ الإسلام. قال واذكروا عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في أمر الله والأبصار قال فالأيدي القوة في أمر الله والأبصار البصائر في دين الله فالبصائر يدرك فبالبصائر الأيدي القوة في أمر الله. أي نعم. والأبصار البصائر في دين الله فبالبصائر يدرك الحق ويعرف وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. الأيدي يقول القوة في دين الله في أمر الله والبصائر في دين الله والأبصار البصائر في دين الله فبالبصائر يدرك الحق ويعرف وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. طيب والتفسير التفسير شيخنا قلتم أولي الأيدي أي أولي القوة في العلم النافع والعمل الصالح والأبصار أي وأولي البصائر النافذة في دين الله وشرعه. قول أول شلقة وأقول الأيدي شو لنا في التفسير والأيدي أولي الأيدي والأبصار. قوله أولي الأيدي والأبصار شو التفسير أولي الأيدي. نعم شيخنا الشيخ محمد يقول أولي الأيدي أصحاب القوة في العبادة والأبصار البصائر في الدين يعني مشيرا إلى قوتهم في الدين لأن الأيدي جمع يد والمراد باليد هنا القوة وكذلك الأبصار يعني البصائر في دين الله لأنهم رسل وأبصر الناس في عبادة الله هم الرسل. ثم إيش قال أولي الأيدي أصحاب القوة في العبادة والأبصار البصائر في الدين يعني اذكرهم مشيرا إلى قوتهم في الدين لأن الأيدي جمع يد والمراد باليد هنا القوة وكذلك الأبصار يعني البصائر في دين الله لأنهم رسل وأبصر الناس في عبادة الله هم الرسل. والقول الأول نعم إيش هذا الأيدي الأيدي يقول للقوة في العبادة كلام تقريبا من تيمية تقريبا كلام من تيمية فيها الآخر ها إيش قال أول شق أسأل الباوي طيب قول في قول آخر إذا استكرك القول أنكم جعلتم القوة في العلم النافع في تفسير أولي الأيدي. نعم
وذكرتم العمل الصالح يعني قوة هذه هذا ما فيه الصالح. لكن الأبصار هو يعني اللي عليه المفسرين وللبصائر في دين الله والعلم والأيدي القوة والأبصار قلتم أولي البصائر النافذة في دين الله وشرعه والأيدي 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 قلتم شيخنا أولي القوة في العلم النافع والعمل الصالح. نعم الشيخ السعدي يقول أي القوة على عبادة الله تعالى متقارب المعنى. نعم يبدو لي والعلم عندنا يعني هو في العبادة في العلم والعبادة والطاعة، لكن الأحد أشار إلى أنها قوة في البدن في الأبدن. روى الطبري عن منصور بن المعتمر أنه قال في هذه الآية أولي الأيدي قال القوة بعضهم قال القوة في أمر الله الأيدي قوة لا شك لكن قوة في أي شيء نقل قول من جرير قال من جرير وذكر الأيدي مثل وذلك لأن باليد البطش وبالبطش تعرف قوة القوي فلذلك قيل للقوي ذو يد. وذكروا عن سمع بينها بعيدين بقوة. نعم وذكروا أن في قراءة ابن مسعود أولي الأيد بدون ياء له نضع الحرف. نعم القراءة الثانية قراءة ابن مسعود تكون مثل آية السماء بنيناها بعيد وش قراءة وش ما هي قراءة ابن مسعود قال الطبري أحسن الله إليكم وقد ذكر عن عبد الله أنه كان يقرأه أولي الأيد بغير ياء وقد يحتمل أن يكون ذلك من التأييد وأن يكون بمعنى الأيدي ولكنه أسقط منه الياء كما قيل يوم ينادي المناد. طيب بعد ابن جزي يقول الأيدي جمع يد وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحات وإنما عبر عن ذلك بالأيدي لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم من قولك أبصر الرجل إذا تبينت له الأمور وقيل الأيدي جمع يد بمعنى النعمة ومعناه أولي النعم التي أسداها الله إليهم من النبوة والفضيلة وهذا ضعيف لأن اليد بمعنى النعمة أكثر ما يجمع على أيادي وقرأ ابن مسعود أولي الأيدي بغير ياء فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفة الياء أو أن يكون الأيد بمعنى القوة كقوله داود ذا الأيد. نعم الله عليك في كلام ابن جزي في تفسير آية إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار ذكر فيها أقوالا ابن جزي إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين لنا. نعم بمعنى أخلصناهم جعلناهم خالصين لنا أو أخلصناهم دون غيرهم وخالصة صفة حذف وموصوفها تقديره بخصلة خالصة وأما الياء في قوله بخالصة وأما الباء في قوله بخالصة فإن كان أخلصناهم بمعنى خالصين فالباء السببية. يقول إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين لنا أو أخلصناهم دون غيرهم وخالصة صفة حذف موصوفها تقديره بخصلة خالصة. نعم وقال أعد وقال إنا أخلصناهم معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين لنا نعم
أو أخلصناهم دون غيرهم. نعم. وخالصة صفة حذف موصوفها تقديره بخصلة خالصة. نعم. حذف موصوفها. تعود لهذا أن الله تعالى اصطفاهم. وخالصة صفة حذف موصوفها. نعم. تقديره بخصلة خالصة. وأما الباء في قوله بخالصة فإن كان أخلصناهم بمعنى خالصين فالباء سببية للتعليل، وإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خصصناهم فالباء لتعدية الفعل. وقرأ نافع بإضافة خالصة إلى ذكرى من الباء الباقون تنوين، وقرأ غيره بالتنوين على أن تكون ذكرى بدل من خالصة على وجه البيان والتفسير. الدار يحتمل أن يريد الآخرة في الدنيا فإنه يعيد. هنا ذكر الأقوال السماوية. نعم. الجوزي. أي نعم. احتمال تكون دار الدنيا احتمال تكون الآخرة. اقرأ كلام. قال ففي معنى ثلاثة أقوال. نعم. أحدها أن ذكر الدار يعني ذكرهم للآخرة وجهنم فيها. والآخر أن والآخر. والدار يحتمل. أيوه. والدار يحتمل أن يريد بها الآخرة أو الدنيا. هذه أحسن الله. نعم. هذه العبارة. قال شيخنا والدار يحتمل أن يريد بها الآخرة أو الدنيا. فإن أراد به الآخرة ففي المعنى ثلاثة أقوال. أحدها ذكر الدار يعني ذكرهم للآخرة وجهنم فيها. والآخر أن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة وترغيبهم للناس فيما عند الله. والثالث أن معناه ثواب الآخرة، أي أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة. والأول أظهر. وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى حسن الثناء والذكر الجميل في الدنيا كقوله لسان صدق. الأخيار جمع خير بتشديد. قل الأولى لأخصناهم بخالص ذكر الدار يعني ذكرهم للآخرة وجهنم فيها. نعم هذا هو الظاهر، هو الأقرب. أحسن الله. نعم. وإنهم عندنا لمن المصطفين، أي ممن اصطفاهم واجتباهم الله من خلقه للرسالة والعلم والعبادة، فهم من صفوة خلقه. الأخيار جمع خير، وهو من له كل خلق كريم وعمل مستقيم. الله أكبر. ثم قال تعالى هذا فضل الله، فضل عظيم، من أثنى عليه الرب سبحانه وتعالى. الله أكبر. هذا الثناء العظيم لهؤلاء الأنبياء الكرام. إن أخلصنا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، ذلك فضل الله. نعم. سبحانه. صلى الله عليه وسلم. ما يكون الإخلاص أحسن الله عليك من ما قال ابن عثيمين أن خالصا من الشرك، لأن في سورة يوسف واتبعنا ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وما كان لنا بلا شك الله اصطفاهم. أقول اصطفاهم وخلصهم من الشرك ومن البدع ومن الإصرار على المعاصي. نعم 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 نعم. أحسن الله عليك. واذكر إسماعيل وهو ابن إبراهيم عليهما السلام من زوجه هاجر، وهو نبي رسول، وقد وصفه بالحلم وبأنه صادق الوعد، فينبغي الاقتداء به في ذلك. نعم. وصل له بغلام حليم هناك، قال أنه صادق الوعد. أحسن الله عليكم. ما يذكر بقية ما وصف الله أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وصلنا إليها الآن. صادق الوعد. وصفه بالحلم وبأنه صادق الوعد، فينبغي الاقتداء به في ذلك. نعم. أنه صادق الوعد. نكتب كان يأمر أهله. وبأنه كان يأمر أهله. نعم وبأنه. وقد
وهو نبي رسول وقد وصفه بالحلم وبأنه صادق الوعد وبأنه يأمر أهله بالصلاة والزكاة. نعم. فينبغي الاقتداء به في ذلك. نعم. وليسع وهو نبي من فأخبر أنه مرضي عند الله. فأخبر نعم. فأخبر أنه مرضي عند الله. وأخبر أنه مرضي عند الله يعني مرضي عمله. وأخبر أنه مرضي عند الله. الله أكبر. وأخبر بأنه مرضي عند الله. نعم. وليسع وهو نبي من الأنبياء وذا الكفل اختلفوا في نبوته فقيل إنه نبي لأن الله قرنه بالأنبياء. وليسع إيش؟ وليسع وهو نبي من الأنبياء. وليسع ما في ما ذكر الدليل هنا هذا كان الدليل على نبي من الأنبياء. ذو الكفل مختلف فيه واليسع ما في اختلاف ما ذكرتم شيخنا قلتم وهو نبي من الأنبياء. شوف كلام اليسع وذو الكفل لكن هل يسع هل هو نبي أو عبد الصالح لقمان. نعم ليس كلنا لأن أيوب لم يذكر أنه رسول لا كلهم يوصل إلى قومه يوصل إلى قومه. نعم بعض الأنبياء كلفوا بالعمل بالشريعة السابقة مثل أنبياء بني إسرائيل اللي جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة إن نازل التوراة فيها هدى وهدى ونور يحكم بها النبيون. نعم ذكر اليسع في سورة الأنعام مع سياق الأنبياء والرسل ثم بعد إيش في سورة الأنبياء الأنعام الأنعام ثم قال أولئك الذين هدى الله بهداهم واقتدى نعم قالوا من ثم قال بعد ذلك ثم إيش الآية في الأنعام وتلك حجتنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. الأنبياء رسل يعني باستثناء اليسع يعني ما خبر كل الأنبياء اللي ذكروا أنبياء ورسل يعني منهم رسل ومنهم اليسع وذكر معهم لكن هل ذكر وحده منفرد بأنه نبي إسماعيل واليسع وكل من لم يذكر نعم يكفر بها هؤلاء فقدوا كلام قبلنا نعم نعم قد سأل بها لا أولئك الذين كتبوا الحكم والنبوة تعود إليهم جميعا. نعم نعم وذا الكفر قلت اختلفوا في نبوته. ايش وذا الكفري؟ وذا الكفري اختلفوا في نبوته. نعم. فقيل انه نبي لان الله قرنه بالانبياء وقيل انه ملك صالح والله اعلم. ملك؟ انه ملك صالح. نعم. والله اعلم. وكل من الاخيار في هذه الايات الحث على الاقتداء بهؤلاء الرسل الكرام والاتصاف بصفاتهم العظيمة لأنهم القدوة الحسنة. شوف كلام هذا الكفل وليس شوف كلام عليهم قرطبي حافظ شيخ ابن عثيمين بسم الله إليكم ذكر الشيخ ابن عثيمين سبب إفراد إسماعيل يعني ولم يضم ذكر مع إبراهيم واذكر إسماعيل إسماعيل بن إبراهيم أفرده بالذكر لأن سلالته تختلف عن سلالة إسحاق ويعقوب فإسحاق ويعقوب سلالتهما بنو إسرائيل
وهؤلاء سلالتهم العرب ولهذا أفرده. وليسع وهو نبي، واللام زائدة، فإذا كانت اللام زائدة فإن الأصل هو يسع وهو نبي، ولكنه نبي رسول، لأن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. وذا الكفل مختلف في نبوته، فقيل إنه نبي، والكفل يعني العمل والنصيب، يعني العمل والنصيب، يعني صاحب العمل الكثير والنصيب. هذا على القول بأنه رسول. أما على القول بأنه غير رسول فقد قال المفسر رحمه الله: قيل إنه كفل 100 نبي فروا إليه من القتل. وكلمة قيل تدل على أنه ضعيف، فالظاهر أن معنى ذا الكفل صاحب العمل الكثير والجد والنشاط. فالظاهر إيش؟ فالظاهر أن معنى ذا الكفل صاحب العمل الكثير والجد والنشاط. طيب غيره؟ نعم. تأخير اسم عيد كذلك ورد في سورة الأنعام وسورة الأنبياء، أخر ذكرها بعد ذكر إسحاق. نعم صحيح، لأن سلسلة العرب وسلسلة إسحاق بن إسرائيل. ها؟ لا يعني قد يكون هذا من السبب، والله أعلم. ذكروا أن بعض المفسرين قال أن إسماعيل هذا ليس هو إسماعيل بن إبراهيم، ذكره مقاتل. لا هذا بعيد، وش الدليل؟ ما هو اللي ذكره القرآن، ما في غيره. أقول ما ذكر غيره، كيف قال أنه غيره بغير دليل؟ من ذكر هذا؟ المقاتل. لا كلام لا يعول عليه، لا شك أنه إسماعيل رحمه. نعم. ذكر أحسن الله عليك إسماعيل مع إسحاق. نعم أبي رحمه إسحاق. نعم في التوحيد والعمل الصالح قرره معهم، وأفرد هنا لبيان الفرق بينه وبين إسحاق في السلالة. نعم. كفل قال ابن كثير في تفسير سورة الأنبياء: وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون: إنما كان رجلا صالحا، وكان ملكا عادلا، وحكما مقسطا. وتوقف ابن جرير في ذلك، فالله أعلم. من يقول هذا؟ قال: وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. نعم. وقال آخرون: إنما كان رجلا صالحا، وكان ملكا عادلا، وحكما مقسطا. وتوقف ابن جرير في ذلك، فالله أعلم. وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله وذا الكفل: قال رجل صالح غير نبي، تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل. تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل، ففعل ذلك فسمي ذا الكفل. تكفل لنبي قومه. هذا مختلف فيه، لكن يسع ما في خلاف يعني أنه نبي، لأن قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وذكر. ما ذكر الخلاف في اليسع؟ يعني لا شك، إذا سبق على النبي معناه لا يزال يعني الشك مختلف فيه. نعم. نعم. كم في شيخنا حد الإخوة أرسل قال الأخ أبو بكر قال: اختلف في شأنه أهل التفسير والتاريخ والسير هل كان نبيا أم لا على قولين. ما هو هذا؟ ذي الكفل ذكرهم ابن الجوزي في زاد المسير وغيره. وزاد ابن كثير قولا ثالثا وهو التوقف في أمره، حكاه عن ابن جرير رحمه الله كما في كتابه البداية والنهاية. فقال: فالظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الأنبياء
أنه نبي عليه الصلاة عليه من ربه الصلاة والسلام، وهذا هو المشهور. وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبيا وإنما كان رجلا صالحا وحكما مقسطا عادلا، وتوقف ابن جرير في ذلك انتهى. وقد حكى غير واحد من المفسرين اختلاف العلماء في نبوة الكفل، ولم يرجح واحدا منها، منهم الشوكاني في فتح القدير، وابن عطية في المحرر، والبقاعي في نظم الدرر، والقرطبي في الجامع، والماوردي في النكت والعيون. طيب الحاصل يعني الكفل مختلف فيه، نعم. اليسع ما في خلاف، ما في اليسع ظهر ما ذكروا فيه. طيب كمل، نعم. السلام الله عليك. سم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله، اللهم صل على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وكل من الأخيار، وفي هذه الآيات الحث على الاقتداء بهؤلاء الرسل الكرام والاتصاف بصفاتهم العظيمة، لأنهم القدوة الحسنة، أحسن الله إليكم. لأنهم القدوة الحسنة، نعم. قال تعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ثم قال تعالى: هذا ذكر، أي هذا القرآن الكريم ذكر للعباد يتذكرون به، وهو شرف لمن تمسك به. وقيل الإشارة إلى ما ذكر به هؤلاء الأنبياء، وأنه ذكر جميل وشرف لهم يذكرون به. وقيل إيش؟ يذكرون به في الدنيا. وقيل يذكرون به في الدنيا قبله، أحسن الله عليكم. وقيل الإشارة إلى ما ذكر من حال الأنبياء، وأنه ذكر لمن يتذكر بحالهم. الأول أنه القرآن المراد، قول الأول قوله: أي هذا القرآن الكريم ذكر للعباد يتذكرون به، نعم، وهو شرف لمن تمسك به، نعم. وقيل الإشارة إلى ما ذكر به هؤلاء الأنبياء، وأنه ذكر جميل وشرف لهم يذكرون به في الدنيا. وقيل الإشارة إلى ما ذكر من حال الأنبياء، وأنه ذكر لمن يتذكر بحالهم. وإن للمتقين، أي من جعلوا بينهم وبين عذاب الله وسخطه وقاية، وذلك بتوحيده وإخلاص الدين له واجتناب الشرك والمعاصي، لحسن مآب، أي لحسن المرجع يوم القيامة. وهو ما أعد. وإن للمتقين، أحسن الله إليكم. وإن للمتقين، أي من جعلوا بينهم وبين عذاب الله وسخطه وقاية، نعم، وذلك بتوحيده وإخلاص الدين له واجتناب الشرك والمعاصي، نعم، لحسن مآب، أي لحسن المرجع يوم القيامة، وهو ما أعد الله لهم من الثواب العظيم والحسن في الجنة، نعم. ولهذا فسره تعالى بقوله: جنات عدن، أي إقامة، مفتحة لهم الأبواب، أي أبواب الجنة، متكئين فيها، أي على ما فيها من السرور والأرائك، يتكئون عليها، ووجوههم متقابلة بعضهم إلى بعض. وهذا من كمال نعيمهم. إيش السطر الأخير؟ أحسن الله إليكم. سطرين، أحسن الله إليكم. جنات عدن، أي إقامة، نعم، مفتحة لهم الأبواب، أي أبواب الجنة، صلى الله عليه وسلم، اللهم جنة منهم، نعم،
متكئين فيها أي على ما فيها من السرور والأرائك يتكئون عليها ووجوههم متقابلة بعضهم إلى بعض. وهذا من كمال نعيمهم. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، أي يطلبون فيها بكل ما تشتهي أنفسهم من أنواع الفواكه والأشربة. وعندهم قاصرات الطرف، أي قصرن أبصارهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم ولا يرغبن في غيرهم. أتراب، متقاربات في السن والعمر، وهن في سن الشباب. والمراد هنا زوجاتهم من الحور العين وزوجاتهم من نساء الدنيا. قال الشيخ رحمه الله في قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مفتحة، ولم يقل مفتوحة، وذلك لكثرة الفاتحين أو لكثرة الأبواب أو لهما جميعا. فعلى الأول كثرة الفاتحين يكون المعنى أن لهم خدما كثيرين يفتحون لهم الأبواب، وعلى الثاني يدل على أن أبوابها كثيرة لكثرة من يدخلها. ومن المعلوم أن أبواب الجنة الأصلية الكبيرة ثمانية، ولكن هناك غرف في وسط الجنة تجري من تحتها الأنهار لها أبواب فتفتح لهم الأبواب. نعم، يعني فتحت الأبواب مفتحة أو الفاتحين. نعم، قال وإنما قال مفتحة ولم يقل مفتوحة لأنها تفتح لهم بالأمر لا بالمس. بالأمر؟ بالأمر لا بالمس. قال الحسن تكلم إن فتحي فتنفتح إن غلقي فتنغلق. الله أكبر. وقيل تفتح لهم الملائكة الأبواب. طيب، قوله مفتحة لهم الأبواب. صلى الله عليكم. نعم، جنات عدن أي إقامة. نعم. مفتحة لهم الأبواب أي أبواب الجنة. نعم. متكئين فيها أي على ما فيها من السرور والأرائك يتكئون عليها، ووجوههم متقابلة بعضهم إلى بعض. وهذا من كمال نعيمهم. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، أي يطلبون فيها بكل ما تشتهي أنفسهم من أنواع الفواكه والأشربة. وعندهم قاصرات الطرف، أي قصرن أبصارهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم ولا يرغبن في غيرهم. أتراب، أي متقاربات في السن والعمر، وهن في سن الشباب. والمراد هنا زوجاتهم من الحور العين وزوجاتهم من نساء الدنيا. نعم. هو في سن العمر، هي العمر. يعني ما ينافي على سن واحدة، ما ينافي التقارب، يعني متقارب يقال على سن واحدة. نعم، ما في منافات. نعم، الجوزي قال متقاربين حكم لها، يعني ما قرب من الشيء يعطى حكمه، ولي قالوا إن المراهق يعطى حكم البالغ بقربه منه. وكذلك ايضا يظهر لي في الحديث النبي قال من تصبح بسبع ثمرات العجوه من المصوف في ذلك المسمن والسنة. طيب الصائم كيف يتصبح؟ انا اقول الصائم ياكل يعني في السحر وهو قرب السحر وله حكم. تسحر بتمره، سحر اذا في يعني صبح بسبع في سحوره فله حكم ذلك، لأن السحر قريب من الصبح فله حكمه فيعطى حكمه. نعم نعم نعم، ابنه 23 سنة، متقاربين قريب من السن. ابن الجوزي نقل عن الزجاج قال والأتراب اللواتي أسنانهن واحدة وهن في غاية الشباب والحسن. نعم،
والمتقاربين كذلك في غاية الشباب، يعني إذا كان فرق سنوات قليلة أو أشهر قليلة ما ينفي القوة والشباب. نعم. أن هؤلاء النساء أو هؤلاء الأزواج أكراد متساويات في السن والخلق بحيث لا تغار واحدة من الأخرى لكونها أجمل منها أو أسل منها. الله أكبر. نعم. السلام عليكم. وعندهم قصر الطرف. قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف، أي قصرن أبصارهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم ولا يرغبن في غيرهم. أتراب أي متقاربات في السن والعمر، وهن في سن الشباب، والمراد هنا زوجاتهم من الحور العين وزوجاتهم من نساء الدنيا. هذا أي النعيم العظيم والثواب الحسن ما توعدون ليوم الحساب، أي ما توعدون بها أيها المتقون حين دخولكم الجنة يوم القيامة. نعم. توعدون بها. صلى الله عليه وسلم. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي ما له من انتهاء أو انقطاع، بل هو مستمر دائم لا ينفد ولا ينتهي ولا ينقطع، كما قال تعالى في الآية الأخرى أجر غير ممنون، أي غير مقطوع ولا منقوص، بل هو دائم مستمر تام، وأهل الجنة منعمون فيه أبد الآباد. صلى الله عليه وسلم. أعد كلام الله. إن هذا رزقنا كلام الله. نعم. إن هذا رزقنا ما له من نفاد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي ما له من انتهاء أو انقطاع، بل هو مستمر دائم لا ينفد ولا ينتهي ولا ينقطع، كما قال تعالى في الآية الأخرى لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع ولا منقوص، بل هو دائم مستمر تام، وأهل الجنة منعمون فيه أبد الآباد. صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حث للمؤمنين على المسارعة إلى هذا الفضل العظيم والنعيم المقيم، نسأل الله الكريم أن يجعلنا منهم. آمين. أعمار 33 هي سن الشباب. نعم. وكذلك عن عيسى وأنه رفعه ابن 33. نعم. نعم. ثم قال تعالى يعني عيسى المعروف من الأنبياء أنهم مبعثون يعني في سن الأربعين. نعم. هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. في هذه الآيات الكريمة ثنى الله تعالى بذكر حال الأشقياء وجزائهم، ليجمع المؤمن في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، ولهذا قال تعالى هذا أي الجزاء للمتقين ما وصفناه. وإن للطاغين أي الذين طغوا وتكبروا وتجاوزوا الحد في الكفر والمعاصي لشر مآب،
أي لا شر مرجع ومنقلب في يوم القيامة. ثم فسره تعالى بقوله جهنم يصلونها، أي يدخلونها فتغمرهم من جميع الجهات ويحيط بهم عذابها من كل جانب. فبئس المهاد أي القرار والمسكن، أي بئس المهاد مهادهم، وبئس القرار قرارهم، وبئس المسكن مسكنهم. هذا فليذوقوه حميم وغساق. الحميم هو الماء الحار الذي بلغ الغاية في غليانه، فإذا قرب من وجوههم سقط لحم وجوههم، فإذا شربوه قطع أمعاءهم في أجوافهم. ثم يعيدها الله لهم مرة أخرى كما قال ثلاثة أخرى، كمن هو خلد في النار وسقوا ماء حميم فقطع معهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى وسقوا ماء حميما فقطع معهم. أعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى في الآية الأخرى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ثم يعيدها الله لهم مرة أخرى. والغساق قيل هو الماء البارد الذي اشتدت برودته فهو في مقابل الحميم، وقيل هو صديد أهل النار الخارج منهم، خارج من عرقهم أو من فروجهم. بس أحسن الله فيك. لا شوف الغساق كان في الغساق. نعم، هل يمكن الجمع بين القولين فيقال أنه صديد أهل النار شديد البرودة؟ الله أعلم، محسن إذا كان أحسن، إذا كان من الأضداد في بعض الكلمات في العربي من الأضداد، مثل وراء تطلق على الأمام، مثل المزمار يطلق على الصوت الحسن والصوت السيء، كان من الأضداد ممكن. قال المجوزي وفي الغساق أربعة أقوال. أحدها الزمهرير رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال مجاهد الغساق لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. والثاني أنه ما يجري من صديد أهل النار، رواه الضحاك عن ابن عباس وبه قال عطية وقتادة وابن زيد. والثالث أن الغساق عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية أو عقرب أو غيرها، يسير إليها. نعم، قال يسيل، يسيل من السيل، عين تخرج. نعم، الحيات. قال عين في جهنم، صلى الله عليه وسلم. نعم، يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية أو عقرب أو غيرها فيستنقع، أو كما قال فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام، ويجر لحمه جر الرجل ثوبه. قال كعب، قاله كعب. والرابع أنه ما يسيل من دموعهم، قاله السدي. قال أبو عبدة أو أبو عبيدة لعله الغساق ما سال يقال غسقت العين والجرح، ما في ماء من فروجهم. نعم، وقيل يعني من دموعه، صلى الله عليه وسلم. وقال البغوي أحسن الله إليكم، وقال قتادة هو ما يغسق أي يسيل من القيح والصديد من جلود أهل النار ولحومهم وفروج الزناة، من قوله غسقت عينه إذا انصبت والغسقان الانصباب. صلى الله عليه وسلم. يقول قتادة كان أبعد تفسير. نعم، توسق. والغساق قلت محصل الله إليكم، الغساق قيل هو الماء البارد الذي اشتدت برودته فهو في مقابل الحميم، وقيل هو صديد أهل النار الخارج منهم، سواء من دموعهم أو فروجهم، من دموعهم أو فروجهم، قل صح من دموعهم أو فروجهم. نعم، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم، نعم لا ماذا تحتمل اللغة. نعم
نعم. وقيل هو صديد أهل النار الخارج منهم من دموعهم أو فروجهم. نعم. وقوله فليذوقوه جملة معترضة بين المبتدأ وخبره، وأصل الكلام هذا حميم وغساق فليذوقوه، أي ليقاس ألمه ويكتووا بحره جزاء لهم على كفرهم وعنادهم وعصيانهم. والمقصود من الأمر الإهانة لهم. وآخر أي وعذاب آخر من شكله، أي من مثله أزواج أي أنواع. والمعنى أن أهل النار لهم أنواع من العذاب من الأضداد أي من الشيء وضده، وأن عذابهم فيها يتنوع فتارة بحرها وتارة بحميمها. والمعنى صلى الله عليكم. والمعنى أن أهل النار لهم أنواع من العذاب من الأضداد. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. أي من الشيء وضده، وأن عذابهم فيها يتنوع فتارة بحرها وتارة بحميمها وتارة بسمومها وتارة بزمهريرها وتارة بالصعود والهوي فيها إلى غير ذلك من أنواع العذاب وأصنافه. وهم في كل هذه الأنواع والأصناف من العذاب خالدون أبد الآباد. نسأل الله السلامة والعافية. الصعود والهوية جاء في ذكر لها أمثلة. صعود الهوي هذا الدليل. ها صعود الغاشية وش ما هي وش الآية يصعد؟ ما في غير في أولها لكن أول ما في غير أولها لكن لا غاشية في صعود الهوي تصنع تسقم ها ليس لهم طعم من ضريع اسمه نقول من جو. لا النصب تعب لكن الصعود الهوي حديث ها حديث من عند من ترد في جبل او هذا العاصي هذا العاصي وصف انه قتل او ترد من جبل هو تردى لكن اذا لم يستحل لا يكون كافرا مستمرا. يعني هذا الصعود الهوي لكن قد ما يدل على الصعود والهوي. ها؟ قد ما يدل على الصعود والهوي. نعم قد لا يدل أظن الآية. نعم. يعني على الصعود وال لك أسفل هذا المنافقين ليس صريح. نعم ليس صريح. كمل هذا قرطبي صلى الله عليكم. وقال سعيد عن قتادة عاملة ناصبة أي تكبرت في الدنيا عن طاعة الله عز وجل فأعملها الله وأنصبها في النار بجر السلاسل الثقال وحمل الأغلال ولقوف حفاة عراة في العرصات في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب قال نعم كمل. وقال الكلبي يجرون على وجوههم في النار وعنه نعم. قال وعنه وعن غيره يكلفون ارتقاء جبل من حديد في جهنم فينصبون فيها أشد ما يكون من النصب بمعالجة السلاسل والأغلال والخوض في النار كما تخوض الإبل في الوحل. وعنه بس ما في دليل بس ما في دليل حديثة قول الله أعلم. نعم كلا الصعود الهوية ذكرها ابن كثير في تفسير هذه الآية. وقال الحسن البصري في قوله وآخر من شكله أزواج ألوان من العذاب، وقال غيره كالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأكل الزقوم والصعود والهوي إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة، والجميع مما يعذبون به ويهانون بسببه. طيب صلى الله السلام عليه. طيب حديث التردي من جبل أحسن عليك هذا في العصاة هذا في القاتل في القاتل والقاتل ليس بكافر إلا إذا استحله. قد يحتمل أحسن عليك أنه يصعد ويهوي منه كما أصعد
صعد وهوى في الدنيا. أي بس هذا خاص بمن تردى من جبل. ليس كل فيه كل أهل النعم. يعني لكن ذكر هذا. لكن لا يحتمل صلى الله عليه وسلم يعني شدة العذاب وألوانه ما ذكر في كتاب والسنة أن هذا يكون أمر صعود الهوية، هذا قد يكون أخف من غيره مما هو أعظم منه. يعني تبديل الجلود وكذا وكذا. نوع من العذاب ثبت نوع أنواع صلى الله عليه وسلم ولا في نعم. اللهم آمين. أمثابها من أسماء النار. أسماء النار إذا سمت هاوية من الهوي، يعني حسب التسمية سمت هاوية من الهوي محتمل، يعني شو سبب التسمية؟ وش قال عليها أم هاوية؟ ها؟ هذا أحد التفسير أن لا أسمائها تسمية لما سميت هاوية. شوف سبب تسمية هاوية هو سبب بعد. نعم كمل. صلى الله عليكم. ما جاء في سورة الحج ومن يشرك بالله فكى وإنما قطع من السماء فتخطف يخر وهوى، لكن هل يكرر عليه العمل يصعد ويهوى؟ نعم. صلى الله عليكم. القرطبي قال وسميت النار هاوية لأنه يهوى فيها مع بعد قعرها، ويروى أن الهاوية اسم الباب الأسفل من النار. قال عكرمة لأنه يهوي فيها على أم رأسه صلى الله عليه وسلم. ليس بعيدا من العذاب. نعم كمل. ثم بيّن سبحانه وتعالى حال أهل النار فيما بينهم عند دخولهم فيها، وأنه كلما دخل النار فوج منهم تلقاه فوج آخر باللعن والسب والشتم، وذلك أن خزانة جهنم من الملائكة تدخلهم فيها أفواجا. وذلك أن خزانة جهنم من الملائكة تدخلهم فيها أفواجا. تدخلهم فيها أفواجا. كلما أدخلت فوجا قالت الفوج السابق هذا فوج مقتحم معكم، أي داخل معكم النار. فيقول الفوج السابق لفوج الداخل لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، أي لأنهم صالوا النار. فيرد الفوج الداخل على الفوج القديم فيرد الفوج الداخل على الفوج القديم بقولهم بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أي عذاب النار، حيث كنتم السبب في إضلالنا وإغوائنا ودعوتنا إلى الكفر والمعاصي، فبئس القرار، أي بئس المستقر، جهنم لنا ولكم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، أي ضاعف عذابه فيها، كما قال عز وجل قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، أي لكل منكم عذاب بحسبه. وقد قيل إن هذه الآيات في الأتباع والمتبوعين، وقالوا أي هؤلاء الكفار وهم في النار، ما لنا لا نرى، أي معنا في النار، رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أي كنا في الدنيا نعتقد بأنهم على ضلالة وبأنهم سيكونون من أهل النار، وهم يقصدون المؤمنين في زعمهم. ثم بيّنوا بأن فقدانهم لهم دائر بين أمرين، فقالوا اتخذناهم سخريا، أي هل اتخذناهم في الدنيا سخريا فأخطأنا فهم الآن في الجنة، أم زاغت عنهم الأبصار، أم هم معنا في النار ولكن لا نراهم لأنهم في مكان آخر فيها. أنهم اتخذوا سخريا هم في الجنة. نعم. والأمر الأول هو الواقع. نعم. فإن المؤمنين في جنات النعيم. نعم. وكانوا يسخرون منهم من الذين وكانوا من الذين يضحكون. نعم. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، أي إن ما ذكره الله عن أهل النار من اللعن والتخاصم لحق لا ريب فيه وواقع منهم في النار ولا بد، لأنه خبر من الحق سبحانه وتعالى. إن ذلك لحق
أحسن الله إليكم. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، أي إن ما ذكره الله عن أهل النار من اللعن والتخاصم لحق لا ريب فيه، وواقع منهم في النار ولا بد، لأنه خبر من الحق سبحانه وتعالى، وهو أصدق القائلين. بارك كيف حالك؟ في شيء عندك؟ أحسن الله إليكم. قرطبي أحسن الله إليكم في قوله تعالى: كلما أرادوا يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها، أي من النار، أعيدوا فيها بالضرب بالمقامع. وقال أبو ظبيان: ذكر لنا أنهم يحاولون الخروج من النار حين تجيش بهم وتفور، فتلقي من فيها إلى أعلى أبوابها، فيريدون الخروج فتعيدهم الخزان إليها بالمقامع. وقيل: إذا اشتد غمهم فيها فروا، فمن خلص منهم إلى شفيرها أعدتهم الملائكة فيها بالمقامع، ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق، أي المحرق، مثل الأليم والوجيع. وقيل: الحريق الاسم من الاحتراق، تحرق الشيء بالنار واحترق. نعم، هذه صعود هوي. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة، نسأل الله نجينا من النار. ما نزل الصفات ما نزل؟ ها؟ نعم. نعم. لا، ما بقي قليل في الصاد. ثلاث صفحات. طويل أكثر من قرأنا. لا أقل. إلى تنزل الساعة غدا إن شاء الله. بركة. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم في حاد الأرواح. أحسن الله إليكم. فتحت لهم. وأيضا فإن في تفتيح الأبواب لهم. في قوله تعالى: مفتحت لهم الأبواب. نعم، جنات عدن. مفتحت لهم الأبواب. نعم. قال: وأيضا فإن في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوئهم من الجنة حيث شاءوا، ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم، ودخول ما يسرهم عليهم كل وقت. وأيضا إشارة إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا يحتاجون إلى ذلك في الدنيا. صلى الله كريم فضله، وفق الله الجميع طاعته، وثبت الله جميع هداه، صلى الله على محمد وآله وصحبه.